لو عاوزة تكبري حجم الصدر أو عاوزة تكبري المناطق الأنثوية عندك، تعالي أقولك على السر. السر هو الحلبة. بكل بساطة هتغلي الحلبة وهتاخدي كوباية، هتشربي كوباية قبل الفطار، كوباية قبل الغداء، وكوباية بعد العشاء. وكمان هتدهني على المنطقة اللي انت عايزة تكبري حجمها بزيت الحلبة. ما تخافيش خالص من ريحة الحلبة لما نشربها. الريحة اللي بتطلع دي عبارة عن السموم بتطلع من الجسم. خلال 40 يوم خلاص الريحة دي بتنتهي، يعني السموم راحت من الجسم. او بكل بساطة حطي عليها معلقة روزماري مطحونة وكده مش هيكون ليها اي ريحة. بس خلاص.